كنت مفكر انها حفلة عن جد. ليش ما عجبتك هالحفلة؟ ما قصدت هيك ابدا، بس ما توقعت انها تكون حفلة خاصة. انا بحب ابدا سنتي الجديدة مع الناس اللي بحبهم، مشان هيك رح تكون ضيفي الوحيد. معك رح ابدا سنتي الجديدة، معك انت وحدك. كاس سنتنا. كاس سنتك الجديدة. أبو العبد عم يقول إذا كان يعني بنعمل كتب الكتاب بنفس اليوم اللي بدكم تاخدوها فيه. إيه؟ ليش لا؟ شو قلت ماما سامي؟ الخميس الجاي بيناسبكم خالتي؟ منيح الخميس. إيه؟ الله يقدم يلي فيه الخير. سامي، فيني أسألك سؤال؟ تفضلي خالتي. والله ما بعرف شو بدي أقولك، بس انت بتعرف وضع على سوسان؟ لا تكفي خالتي، لا تكفي. أنا رح أعالج سوسان لحتى ترجع مثل قبل إن شاء الله. وبخصوص تيم، تيم عارف إنه أنت خطبت لسوسان؟ أختي، خلي بقى هالقلوب تتصافى ونرجع نفتح صفحة جديدة وننسى الماضي. وتيم خلص نسينا، صدقيني نسينا وما بقى يرجع. أنا كان عندي ولد اسمه تيم، كان، بس هلأ إن شاء الله خلاص. خلينا نقول الله يسامح. الله يسامح. ملك شخص ترك كل أشغاله اليوم وإجا حتى يكون معي بعيدي.